مزيان والله هاسي دا بلا مزيان والله راه ختفلنا لك العمارت الحاج تمارتنس درزانس تروانس ضلع رادانس هاي قاور ختك ما يبادر بيه الجو باش تفتو حاجة سي الجمعية هات السنوختين متسيق هات ستقرا محاربة الأمية مزيان والله راه بديت تبادر حقا انا لقيت سنتيري تاكي قيت سات ولا نكي مالت ليش من نام خمس سنين تقرا الناس سموزي سكوزنا تقرا الناس هربت الدرار تاوني وزني قرت في الجمعية حرات سن واحد زائد واحد يساوي جوج سنين من تموت ستاصل روضة الناكيز دي الجمعية ورتسنا اللي اختي السوق في عزرا يزود تظالمت سبع الخير لنا حاجة الناس ويلي 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 المعلم واش جينا عندنا امتحان ولا جينا نتفلاو عطا لالا حاجة دار الامتحان لا تزيد وشكيت غير نديد القراءة عطا لالا من سلسل الأسئلة يسير ساسيا السؤال غلي امتحان ورا تقرا نغلبك ولا لفك عرف تردي تشي غني جو غيونز يا سي هو الحديد ارتسين 40 واحد ايوا لالا حاجة ايوا ايوا لالا حاجة ايوا بدا بداية الحجة السؤال الأول ما يقى السؤال الأول يا ربي السؤال الأول للحجة يقى من ربوكي لا لا موادها نورة تنقر على الجمعية يا نانك هتفتو للحجة الجمعية هتحارب الأمية قطك حارب العلماء أصلي تحارب لالا حاجة اللي دارت لها 70 عام يربي ماذا ونظهر قدام غارت اللي دارت لها 70 عام كيساس كيس التسبيحات نسلي ستنحري بدي بلي صغير ولا زال ستولي ويش جهنم هتحارب لالا حاجة الأمية مرتك حاربنا غوي اللي لنغل برلمان أرو قانسو التهجان يغاد تختبل أصلي تحارب لالا حاجة اللي زواري تقال لقندرتي غرات تمتي زريد تاريخ نس ارتسل لا حاجه تا خريط تغري ربي النبي الوالدين سبعه دي ورامن حرا ورات ماتي شنو تشتاغيو تصوزادين حرب هنا تم صادينين تاسي تا خريط من دغرب امس نستيد من اللي ارتلس القراءه انا سيده تحرف الاميه وراك كيس حرب انت خشره اذا كيس حرب الاميه اشتركوا في القناة